وندب طائفة من المؤمنين للقيام بهذه الوظيفة، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأخبر أنه لعن بني إسرائيل لتركهم هذه الوظيفة، وظيفة الرسل، فقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن تركه من أسباب العقاب وعدم إجابة الدعاء، كما روى حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يشركن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وحسنه، وهو كما قال. وروى جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواه ابن ماجه بسند حسن أيضا عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. والنصوص في بيان فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكثر من أن تذكر. والمعروف ضد المنكر، وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والمنكر ضد المعروف، وهو اسم جامع لكل ما قبحه الله وكرهه ونهى عنه. والحكمة من مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ الدين وإقامة شعائره وشرائعه ونشر الخير وكف الشر، ولهذا كان مبنيا على تحقيق المصالح ودرء المفاسد والنظر إلى مآلات الأفعال. فتعين على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يراعي مراتب المصالح والمفاسد ويقدم ما ينبغي تقديمه عند تزاحمها وتباينها واختلافها، فيعلم خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن هذه الشريعة الغراء مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فقد يضيع الواجبات ويقع في المحرمات ويأمر بالمنكر وينهى عن المعروف من حيث لا يشعر، فيفسد أكثر مما يصلح ويسيء أكثر مما يحسن، ويحسب أنه يحسن صنعا. ومن أهم القواعد التي تتعلق بهذا الباب العظيم والأصل العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي قواعد كثيرة، وهذه القواعد هي قواعد المصالح والمفاسد. أول هذه القواعد قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فهذه قاعدة كلية تدخل في أكثر أبواب الفقه،
وتعتبر من أهم القواعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمفاسد جمع مفسدة ضد المصلحة وهي المضرة، والمصالح جمع مصلحة وهي ضد المفسدة وهي المنفعة. ويعبر عن المصالح والمفاسد بالمنافع والمضار والحسنات والسيئات والمحاسن والقبائح والخير والشر، ولهذا عبر عنها بعضهم بلفظ درء المفاسد أولى من جلب المنافع، أو دفع الضرر أولى من جلب المنفعة. والمراد بدرء المفاسد دفعها وإزالتها وحسم مادتها. ومعنى القاعدة أنه إذا اجتمعت المصالح والمفاسد وتعارضت وكانت متساوية بحيث يتعذر درء المفاسد وتحصيل المصالح إلا بتفويت إحداهما، ففي هذه الحال درأنا المفاسد وإن لزم تفويت المصالح. قال القرافي: وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فأخبر تعالى أن في الخمر والميسر مفاسد ومنافع للناس، فحرمهما لأن مفسدتهما أعظم وأكبر من مصلحتهما ونفعهما، لأن مفسدتهما في الدين وأما مصلحتهما فدنيوية. وقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية عامة في جميع الأمور، فقد يحب المرء شيئا لمنفعته ومصلحته، لكن قد يكون فيه مضرة ومفسدة أعظم من منفعته ومصلحته وهو لا يعلم. وما روات عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويسرها: قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بإعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك خشية عدم تحمل قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة التي هي أشد من مصلحة تغيير البيت، فتركه صلى الله عليه وسلم على حاله. قال الحافظ: لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهده بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك. ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يدرك هذه القاعدة ويعمل بمقتضاها في أمره ونهيه، فإذا أمر بأمر
نظر، فإن كان يترتب عليه مصلحة لكن يجلب مفسدة أعظم منها وجب عليه تركه ولا يأمر به، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا يأمر بهجر أهل البدع والأهواء، لأن مفسدتهم أعظم من مصلحة الأخوة الدينية، لما في زجرهم أو لما في ذلك من زجرهم ورضعهم وتضييق دائرتهم لئلا ينشروا بدعهم وأفكارهم وأهواءهم، فهم كالسم الزعاف ينخر في جسد الأمة ليفسد عليها دينها وعقيدتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في طائفة الاتحادية، قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد على المسلمين دنياهم ويترك دينهم كقطاع الطرق والتتار الذين يأخذون منهم الأموال ويبقون لهم دينهم ولا يستهين بهم من لا يعرفهم، فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف. وما يقال في الاتحادية يقال في غيرهم من طوائف أهل البدع والضلال كالخوارج والروافض ومن سلك سبيلهم الذين عاثوا في الأرض فسادا وأفسدوا دين الناس بعقائدهم الضالة المضلة. القاعدة الثانية: جلب المصالح الراجحة أولى من درء المفاسد المرجوحة. هذه القاعدة عكس سابقتها، وإن كانت القاعدة السابقة هي التي اشتهرت على ألسنة أهل العلم وعلى غيره من الطلاب. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، واستقر في أذهان كثير من الطلاب هذه القاعدة وصارت عندهم سلة، وقل من ينتبه إلى هذه القاعدة، فإن هناك مجالات تقدم فيها جلب المصلحة على درء المفسدة، فهي عكس القاعدة السابقة، حيث تفيد أنه إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أعظم من المفسدة وأرجح منها، قدمت المصلحة وإن استلزم الأمر ارتكاب تلك المفسدة، فلا يلتفت إلى تلك المفسدة، بل إن تلك المفسدة تتبع تلك المصلحة في مشروعيتها. والأصل في هذا الآية السابقة، وهي قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فأخبر تعالى
أن في الجهاد كرها ومشقة وشدة على النفوس لما فيه من المخاوف والمتالف من إزهاق الروح وإرهاق النفس وإتلاف المال ونحوها، فهذه مفسدة، لكن فيه خير كثير ومصلحة راجحة ومنفعة كبيرة لما فيه من الأجر العظيم والنصر المبين والتمكين للدين والظفر على العدو واغتنام أموالهم وأوطانهم. فالجهاد مظنة إزهاق الروح، فهذه مفسدة، لكن مصلحة إعزاز الدين والقيام وقيامه أعظم من تلك المفسدة، فمصلحة الجهاد أرجح من مفسدته لما فيه من حفظ الدين، وهو مقدم على حفظ النفس. فحفظ النفس، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس، فالجهاد متعلق بمظنة إزهاق النفس، وفي المقابل إنه سبب لإعزاز الدين وإقامته وإقامة شرائعه. ومن ذلك قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإتلاف النفس قصاصا فيه مفسدة، فمن قتل قتل، فقتله فيه مفسدة، لكن مصلحته أعظم من مفسدته وأرجح أضعاف أضعاف لما فيه من حفظ النفس ونظام الحياة. فلولا القصاص لأفنى الناس بعضهم بعضا، ولفسد العالم، وعمت الجرائم، واستحر القتل، وصار المرء لا يأمن على نفسه حتى في عقر داره. ولهذا قالت العرب في جاهليتها: القتل أنفع للقتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء. فإقامة الحدود فيها مفسدة شخصية، لكن مصلحتها أعم. فإقامة الحدود ومنها القصاص تردع النفوس عن انتهاك النفوس قتلا أو تعذيبا أو إزهاقا للروح. وما رواته أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب وهو راوي الحديث: ولم أسمع هذه الزيادة يرويها عنها رضي الله عنها، ولم أسمع يرخص في شيء هذا تتمت كلام أم كلثوم، أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. متفق عليه. فالكذب جريمة أخلاقية، وهو من أفضح الأخلاق وأفضع الصفات، وهو محرم بالإجماع لما فيه من المفاسد، لكن أباحه الشارع في مواطن تعظم فيه مصلحته، ومصلحته أعظم من مفسدته، منها الجهاد والإصلاح بين الناس وبين الزوجين لما في ذلك من المصالح التي هي أرجح من مفاسده. وعلى هذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينظر في أمره، فإن كان يترتب عليه مفسدة لكن مصلحته أعظم من مفسدته تعين عليه القيام به، لأن جلب المصلحة الراجحة أولى من درء المفسدة المرجوحة.
قال شيخ الإسلام: وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلهما جميعا أو أن يتركوهما جميعا، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر وينظر، فإن كان المعروف أكثر أمر به. أي إذا كانت المصلحة والمعروف أكثر وأرجح وأعظم من المفسدة أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر فلا يلتفت إلى المفسدة ولا إلى المنكر، بل يذوب في بحر أو في محاسن المصالح، ولا يلتفت إلى المنكر ولا إلى المفسدة، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويتا. ولهذا أقدم الخضر عليه السلام على خرق السفينة مع ما في ذلك من مفسدة، لكن مصلحة إنقاذها من غصب الملك وظلمه أعظم وأرجح. قال تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فخرق السفينة مفسدة، لكن مفسدة غصب السفينة أعظم وأرجح، ومصلحة إنقاذها وسلامتها من الملك أرجح وأعظم. ولهذا أقدم الخضر عليه السلام على ثقب وعيب السفينة. وعليه فيجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إتلاف كتب أهل البدع والأهواء، وإن كان في ذلك مفسدة لإتلاف المال، والأصل يحرم إتلاف المال وإتلاف الكتب من إتلاف المال، لكن إذا كانت هذه الكتب فيها مفسدة أعظم من مصلحتها فيجوز إتلافها، لأن المصلحة تتعلق بالدين وسلامة المعتقد فهو أولى وأحرى، لأن البلاء والاختلاف والفرقة والشر كله جاء من كتب أهل البدع والضلال، فهي التي أفسدت دين الناس وعقيدتهم. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهره، يعني أنه أظهر بدعة اللفظية، وذلك أنه لما خرجت الجهمية وابتدعت القول بخلق القرآن ونفي صفة الكلام عن الله عز وجل، أجمع السلف على أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فجاء هذا الكرابيسي وابتكر هذه الحيلة، وهي أنه قال: أنا لا أقول إن القرآن مخلوق، ولكن أقول لفظي إذا قرأت القرآن فالصوت واللفظ مخلوق. فهذه حيلة، وقد تفطن لها إمام السنة بحق الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان يقول: اللفظية جهمية، وكان يقول أيضا: بل شر من الجهمية، لأن الجهمية تعرفهم ابتداء فتتقيهم وتحترز منهم، بينما هؤلاء اللفظية يتلاعبون بالألفاظ فيلبسون على الناس ويحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا قال أحمد: اللفظية جهمية. فسئل عن الكرابيسي فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب
التي وضعوها، إنما نخر جسم الأمة هذه الكتب، كتب أهل البدع التي نشروها في الآفاق ووضعوها. قال أحمد: تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. قال شيخنا العلامة العثيمين: إتلاف كتب أهل البدع أولى من إتلاف المزمار، لأن هذه تغير الأديان. وقد أفتى كثير من أهل العلم بإحراق كتب رؤوس أهل البدع كابن عربي الزنديق وغيره، وقد قال عنه القاضي سعد الدين الحارث الحنبلي، قال عن مقالاته: وحق على كل من سمع ذلك إنكاره، ويجب محوه، أي محو ما كتب وما كان مثله وقريبا منه ومن هذا الكتاب، ولا يترك بحيث يطلع عليه، كما في عقيدة ابن عربي للفاسي. وقال الشيخ شرف الدين عيسى الزواوي المالكي: يجب على ولي الأمر إذا سمع بمثل هذا التصنيف البحث عنه وجمع نسخه حيث وجدها وإحراقها، وأدب من اتهم بها أو اتهم بهذا المذهب، أي انتسب إليه أو نسب إليه أو عرف به، على قدر قوة التهمة عليه، إذا لم يثبت عليه حتى يعرفه الناس ويحذروه. والله ولي الهداية بمنه وفضله، ونص أهل العلم على أن إتلاف كتب أهل البدع لا ضمان لها أو لا ضمان فيها. قال ابن القيم: كذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أحرقه أو أن أخرقه؟ قال: نعم فأحرقه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. هذا كلام ابن القيم، ويحق لنا أن نقولها اقتباسا وقياسا، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكتب وهذه المواقع التي عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت، عكرت صفوة العقيدة وأفسدت على الناس دينهم وعقيدتهم؟ قال ابن القيم: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه، ثم أذن في كتابة سنته ولم يأذن في غير ذلك. وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها. وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان لما خافوا على الأمة من الاختلاف، فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف وتفرق أو فرقت بين الأمة؟ قال: والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها، كمن لا ضمان في كسر أواني الخمر والشق زقاقها.
فإن ضرر هذه الكتب أعظم من ضرر هذه المعازف وأعظم من زجاجة خمر، لأن هذه الأمور متعلقة بالدنيا وفساد هذه الكتب متعلق بالدين. القاعدة الثالثة: تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. أفادت هذه القاعدة أنه إذا اجتمعت مصلحتان فإن أمكن الجمع بينهما لزم ذلك، لأن الشريعة حريصة على تكثير المصالح وألا يفوت منها شيء، وإن تعذر تحصيلها وجمعها والعمل بها كلها قدم أرجحهما وأشدهما، وإن لزم تفويت أدناهما. وهذا مستقر أيضا في الفطرة السليمة وفي طباع العباد، وهو تقديم الأصلح فالأصلح والعمل بخير الخيرين. وعليه فإن على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قد ينتقل من الفاضل إلى المفضول، كترك بعض السنن والمستحبات لمصلحة الجماعة والموافقة وتأليف القلوب والتوادد والتعاطف. فإن السنن والمستحبات يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ويترجح فعلها، ففيها مصلحة وهي حسنة، لكن مصلحة تأليف القلوب والتراحم والتوادد والمحافظة على الجماعة، لأن الجماعة رحمة وبركة وخير كله ورحمة كلها وبركة كلها، وهي أولى من هذه السنن. فإذا رأى أنه إذا أقام السنة من السنن قد يفضي ذلك إلى وقوع فتنة بين الناس لإيحاشه من تلك السنة من حيث عدم علمه بها، أي من حيث جهله بهذه السنة، فهنا يستحب ترك هذه السنة من باب تأليف القلوب. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، قال: إن أحمد يستعمل ما روي عن الصحابة في هذا الباب فيستحب الجهر، فيستحب الجهر بها لمصلحة راجحة، حتى إنه نص على أن من صلى بالمدينة يجهر بها، لأن أهل المدينة كانوا لا يستحبون الجهر بالبسملة. فكان أحمد يرى أنه من صلى بالمدينة يجهر بها حتى يعلم أنها السنة. فقال بعض أصحابه: لأنهم كانوا ينكرون على من يجهر بها، ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة في فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما. فإن ابن مسعود لما رأى عثمان أتم في السفر أنكر عليه ثم صلى معه تماما، فأنكر على ابن مسعود، أنكر عليه وقيل له: كيف أنكرت على عثمان ثم تصلي معه؟ فقال رضي الله عنه: الخلاف كله شر. وقال في موضع آخر: فالصواب أن من لم يجهر به
قد يشرع الجهر به لمصلحة راجحة، فيشرع للإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين كما فعل ابن مسعود أو كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما أنه جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة كما روى البخاري، وقال أردت أن أبين أو أن أعلمكم أنها سنة. ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحيانا، ويسوغ أيضا أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلح، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك. فهذه القاعدة مهمة جدا، وقد تسبب في الجهل بها وقوع فتن في المساجد بسبب التعصب المذموم والشدة في غير محلها وترك الرفق واللين واليسر مع الناس. القاعدة الرابعة: درء أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. فأفادت هذه القاعدة عكس سابقتها، فالقاعدة السابقة تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما، فهذه عكسها: درء أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. فإذا اجتمعت المفاسد فالأصل أن يجتهد المرء في درئها ودفعها كلها، لأن مقصود الشارع حسم مادة المفاسد كلها. فإن تعذر دفعها جميعا فإنه يدفع أعظم المفسدتين وإن لزم ارتكاب أدناهما، فيقدم الآمر أهون المفسدتين وأهون الشرين وأخف الضررين. والأصل في هذا قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فأخبر تعالى أن مفسدة ما يفعله المشركون في شهر الحرام والمسجد الحرام من الصد عن سبيل الله من آمن بالله، وفتنتهم في دينهم وكفرهم وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أعظم عند الله من مفسدة قتل النفس. فاجتمعت هاتان المفسدتان، فكانت مفسدة ما فعله كفار قريش أعظم من قتل النفس. وما روته عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى البيت على حاله ولم يرده على قواعد إبراهيم مع ما فيه من مفسدة، خشية وقوع مفسدة أعظم من ذلك، وهي ردة قريش وعدم احتماله من ذلك. فاجتمعت مفسدتان: مفسدة بقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم، ومفسدة خشية عدم تحمل قريش لتغيير البيت. فارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أخف المفسدتين، فترك البيت على حاله ودفع المفسدة الكبرى، وهي عدم تحمل قريش ما
لو غير النبي صلى الله عليه وسلم البيت. ولهذا درأ الخضر مفسدة غصب الملك السفينة وظلمه بخرق السفينة، وهو أخف ضررا وأقل مفسدة، فاجتمعت مفسدتان، فخرق السفينة مفسدة واستيلاء الملك على السفينة ظلما وغصبا مفسدة، فاجتمعت المفسدتان، فارتكب الخضر أخف المفسدتين وهي خرق السفينة لدفع المفسدة الكبرى وهي استيلاء الملك على السفينة غصبا وظلما. وعليه فإن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينظر، فإن كان إنكاره للمنكر يلزم منه جلب منكر أعظم منه لا يسوغ إنكاره. فقبل أن نقدم على تغيير المنكر لا بد أن ننظر، فإن كان أهم بتغيير المنكر فيوقعه في منكر أنكر منه فلا يسوغ له تغييره. وهذا كالخروج على ولاة الأمور كما يفعله الخوارج، بل هو مذهبهم. قال شيخ الإسلام وهو يذكر طوائف الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: قسم يأمرون وينحون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زالوا، ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة كالمقتتلين في الفتنة التي وقعت بين الأمة، فقد حموا بإزالة منكر فوقعوا في منكر أعظم منه. وقال أيضا: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة، لأن المعتزلة ابتدعوا 5 أصول، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسموه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر زورا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، وإلا فإنه هو الخروج بعينه. فيعون القتال للأئمة من أصول دينهم، فهذا هو مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. وقال أيضا في موضع آخر: ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه، ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمور بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب. وإذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك، ولم يكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. وقال ابن القيم: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء
الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. وقال أيضا من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. هذا قالها في زمانه رحمه الله. فلو أدرك زماننا وعاش عصرنا وما وقع فيه من الفتن بسبب إضاعة هذا الأصل وما فعلته الخوارج الجدد بسفك الدماء وانتهاك الأعراض وغصب الأموال حتى عج الدين وعجت الفروج والأبضاع والنفوس والأرواح إلى ربه عز وجل من أفعالهم وقبائح صنيعهم من استحلال الدماء وسفكها وأزهاق الأرواح بناء على رأيهم الفاسد المبني على استباحة الخروج عن الولاة. فطلبوا تغيير المنكر فوقعوا في منكر أنكر منه. وفي بلدنا الحبيب الجزائر قد اكتوينا من بدعهم ومن نارهم حتى عاش البلد سنين عجاف سفكت فيها الدماء وانتهكت الأعراض. والله المستعان على ما فعلوه، ولم يستفد غيرهم مما حصل في بعض البلدان حتى أعادوا الكرة في غير ما بلد من بلاد إسلام. وما وقع في سوريا ووقع في مصر وفي اليمن وفي العراق وفي غيرها من بلدان الإسلامية إلا بسبب تلاعب هذه الفئة الضالة المضلة بالنصوص الشرعية وتلاعبهم بالأرواح. والله المستعان وعليه التكلان. قال ابن القيم رحمة الله عليه: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة ودانت له العرب ودخلوا في دين الله زرافات زرافات، وأنزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو الإمام وهو القاضي وهو الأمير ودانت له العرب. ومع ذلك كله صلى الله عليه وسلم عزم على تغيير البيت، وما منعه إلا خشية ردة قريش بعدما دخلت في الإسلام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فعل هكذا، فما بال هؤلاء القوم لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعجلون الأمور قبل نضجها. فما أحدثوه في العالم الإسلامي من فتن ومن بلابل وزلازل وقلاقل خير شاهد، والله المستعان. قال: ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. فهذه القاعدة مهمة جدا، من أدركها وعمل بها عصم
من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن جهلها وركب هواه وعقله عقله السقيم فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن. ويحسن أن أختم تعليقا على هذه القاعدة ما فعله إمام السنة الذي أشرب حبها والتمسك بها واتباعها رحمه الله، وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه، الذي أضحى رمزا للسنة حتى قال فيه بعض السلف: إن الله حمى الدين يوم الردة بأبي بكر رضي الله الفتنة. فإنه لما تربعت المعتزلة أو الجهمية على عرش الخلافة لقنوا الرعية عقيدة القول بخلق القرآن، وحملوهم عليه بالقوة والشدة. وأبلى الإمام أحمد بلاء حسنا فعذب ونكل وبقي صابرا كالجبل الشامخ رغم خذلان من خذله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: ولقد خذله العلماء والأمراء والسلاطين وعامة الناس رحمه الله. فقد روى الخلال في كتابه السنة قال: أخبرني علي بن العيسى قال: سمعت حنبلا يقول في آية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر ابن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قال: أن نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته. فأرادوا أن يخلعوا البيعة وينزعوا يد الطاعة، لسنا نرضى لإمرته ولا لسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، فهذا يسعكم. فمن لم يسعه أن يغير المنكر بلسانه أو بيده فليغيره بقلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخلعوا يدا من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فتأمل هذه العبارة رحمه الله من رجل أوتي فهما سليما ونظرا ثاقبا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان شديدا على الجهمية وعلى قولهم بخلق القرآن، حتى إنه كفر ابن أبي ذؤاد بحضرة الخليفة، ونص على تكفير الجهمية القائلين بخلق القرآن، وقد عذب في ذلك، ومع ذلك لم ينتصر لنفسه ولم تأخذه الحمية. وهذا كل من يتقيد بالنصوص ويغلبها يقدمها على العواطف وعلى العقول. فزجرهم ونهاهم ونصحهم بالصبر وأن لا ينزعوا يد الطاعة، لأنه علم وأدرك على ما يترتب على ما هم عليه. فلا شك أن الصبر عليهم خير من الخروج عليهم، لما في الصبر عليهم من الثواب العظيم ومحاسبة النفس وغير ذلك من الفوائد.
بخلاف الخروج عليهم فإنه بوابة للفتن من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وشر عريض عريض، والله المستعان. فالحاصل أنه نصحهم بالصبر، وهكذا العالم الرباني ينصح بالخير يغلق أبواب الفتن ولا يفتحها ويتركها عبثا يلج فيها كل من هب ودب وتعلم الشتم والسب. فهكذا العالم الرباني يحرص على دماء المسلمين وأعراضهم. قال: حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه ومضوا. ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار، يعني الخروج على الأئمة خلاف الآثار وخلاف الأحاديث الصحيحة الصريحة في الأمر بالصبر عليهم وعدم الخروج عليهم. قال: التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاصبر، فإن عاقبة الصبر النصر، والصبر خير لكم لو كنتم تعقلون من الخروج عليهم لما يترتب عليه من المفاسد. الوقت انسى. القاعدة الخامسة: تقديم المصلحة العامة على الخاصة. فإذا اجتمعت مصلحتان، مصلحة تعم الأمة في معاشها ومعادها في دينها ودنياها، واجتمعت معها مصلحة خاصة قاصرة على صاحبها، فإن المعهود عن الشارع أن يراعي المصالح العامة للمسلمين، بل ما بنيت الشريعة إلا على هذا الأصل، وهو جلب المصالح العامة، تحصيل المصالح وتكثيرها، وذرء المفاسد وتقليلها. فإذا اجتمعت هاتان المصلحتان فإنه نقدم المصلحة التي تعم الأمة على المصلحة التي تسمى الفردية، المصلحة الشخصية والمصلحة الفردية. ولهذا شرع الجهاد مع مظنة إزهاق النفس، لأن مصلحة الدين وحفظ الأمة عامة، وهي أعظم من المصلحة الخاصة. فالجهاد مظنة إزهاق النفس، فالمصلحة الخاصة ألا يجود المرء بنفسه، لأنه كما قالت: وهو كره لكم، فقد جبلت النفوس على كره القتال. قال: وهو كره لكم. فهذه مصلحة خاصة، لكن ما يترتب عليه من حفظ الدين وحوزته وحفظ أمن الأمة جمعة، فهو أعظم من المصلحة الخاصة. وعليه فينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن ينتصب للدعوة، يعني أن يقدم المصلحة العامة، وهي دعوة الناس وتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وإن استلزم ذلك اقتطاع جزء من وقته ومن حياته. فالمحافظة على نفسه مصلحة خاصة، لكن
تفرغه للدعوة والتعليم مصلحة عامة، فينبغي على من أوتي علما أن ينبري لتعليم الناس ونشر العلم والسنة والتوحيد الخالص والإيمان الصادق والخير والفضائل. قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهناك قول داعية إلى الله عز وجل أن يعمل صالحا. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله إلا الذين آمنوا، وأصل الإيمان العلم، وقد ترجم البخاري في صحيحه فقال: باب العلم قبل القول والعمل. فأصل الإيمان العلم، أي تعلموا العلم. وعملوا الصالحات أي عملوا بهذا العلم. فبعدما أصلحوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، وزكوا أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، هنا نشروا العلم الذي تعلموه والإيمان الذي تعلموه. فقال تعالى: وتواصوا بالحق، أي دعوا الناس إلى الإيمان وعلموا الناس هذا العلم. ثم قال: وتواصوا بالصبر، أي صبروا على الأذى، فصبروا على الإيمان وصبروا على العمل به وصبروا على طلب العلم وصبروا على العمل به وصبروا على دعوة الناس إلى الحق. لأن قد يصيبهم أنواع الأذى وأصناف الشذى بسبب دعوة الناس إلى الحق وبسبب تمسكهم بالحق. هذه سنة الله عز وجل الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وعليه فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتحمل أذى الناس في أمره ونهيه، ومن لم يستطع أن يتحمل أذى الناس فليمكث في بيته. وللحروب رجال خلقت لها، وعلى الغانيات جر الذيول، وليفر إلى جبل في غار ليس سهلا فيرتقى. فتحمل الأذى مفسدة، لكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسكوت عن الحق مفسدة أشد وأعظم. كما قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أن إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب لك الأذى، فواجه ذلك بالصبر. والصبر على الأذى من الأمور العظائم والعزائم. قال ابن كثير: علم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس أذى، فأمره بالصبر. وقوله إن ذلك من عزم الأمور، أي إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور. قال شيخ الإسلام: إن الله تعالى أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا، وما مع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. وإذا عظمت المحنة كان ذلك للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر. وقد جهل هؤلاء السفهاء الذين استباحوا أعراض المشايخ والعلماء فنالوه بأنواع السباب والطعون، فجهلوا وتجاهلوا على أن تلك السباب هي طهارة لهؤلاء المشايخ والعلماء من الذنوب، وسيقتصون منهم ويأخذون من حسناتهم. وقد جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال لا يا أم المؤمنين، إن فلانا وفلانا ينال من أبي بكر وعمر. فلم تكترث ولم تقلق، وإنما قالت له:
قول الحكيمة الراشدة الصديقة بنت الصديق، قالت له: أرأيت إن كان الله أراد أن يجري العمل بعد وفاتهما فهم في قبورهم، والله عز وجل يجري عليهم الأعمال، على ما يناله هؤلاء الروافض والخوارج ومن كان على شاكلتهم من أعراضهم؟ وهكذا كل من انبرى للدعوة وناله الأذى فهذه بشارة، فهذه بشارة. بل إن من انتصب إلى الدعوة إذا لم يناله أذى فليحاسب نفسه وليراجعها. لا يعني أنه ينبغي أن يتعرض للأذى، لكن أن يتعرض للأذى وفق سنة الله الكونية التي لا تجد لها تبديلا ولا تحويلا، وإلا فيعني أن منهجه مخدوش ومغبون، لأنه يسعى لإرضاء جميع الأطراف. وإن خير خلق الله أنبياء الله عز وجل قد نالهم الأذى وابتلوا ابتلاء شديدا وزلزلوا زلزالا عنيفا. قال شيخ الإسلام: كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة، وهذا من حكمة الله عز وجل، خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة، فأي فضل أعظم من هذا؟ ورحم الله من قال: قد سئمنا من المدح وما أكثره، فنريد أن نسمع السباب والشتام حتى نختبر صدقنا وإخلاصنا ومدى ثباتنا على دعوتنا ومنهجنا وعقيدتنا، ولو قطع البعلوم ولو جلدنا جلدا، بل سلخ الجلد طعنا وسبا وشتما، بل إننا لنتلذذ بتلك الطعون والسباب، لأننا سبلنا أعراضنا لله عز وجل. كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على فعل الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره إلى آخره. وقال أيضا في موضع آخر: الصبر على أذى الخلق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن لم يستعمل لزم أحد الأمرين، إما تعطيل الأمر والنهي، فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يناله الأذى فهو مخطئ، فإن من فعل هذا فسيترك هذه الوظيفة العظيمة، وظيفة الرسل على رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإما حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة الأمر والنهي أو مثلها أو قريب منها، وكلاهما معصية وفساد. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر، حصل من هذه الأقسام الثلاثة مفسدة. وإنما الصلاح في أن يأمر وأن يصبر، فيجمع بين الأمرين ويجمع بين الخيرين، يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الصبر على ذلك. هذه طريقة الأنبياء والصالحين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. القاعدة السادسة: النظر إلى مآل الفعل. والمقصود من القاعدة هو مراعاة ما يؤول إليه الفعل،
الذي يقوم به الآمر والناهي من المصالح والمفاسد. فقد يكون أصل الفعل مشروعا لكن يمنع منه لما يؤدي إلى مفسدة، وهذا ما يعرف بباب سد الذرائع، وهي منع الطرق والوسائل التي تفضي إلى الحرام. فأصل هذه الوسائل تكون مباحة، فإذا أفضت إلى محرم فإنها تحرم، لأن الشارع يسدها حسما لمادة الفساد والمفاسد. ولهذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر إذا أقدم على فعل أن ينظر في عاقبته وما يؤول إليه الفعل، فإذا كانت عاقبته حسنى وحسنى ومصلحة أقدم عليه، وإذا كانت عاقبته مفسدة ومضرة وفتنة أحجم على ذلك. وهذه القاعدة من لم يفقهها فإنه يفسد أكثر مما يصلح. بل لا يحل للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقدم على هذه العبادة العظيمة إن لم يدرك هذه القاعدة. والأصل فيها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، فسب آلهة المشركين مقصود الشارع لأنها عبدت من دون الله، وقد سفها النبي صلى الله عليه وسلم أحلام المشركين وآباء إلى آلهتهم. لكن إذا كان في سب آلهتهم يفضي إلى سبهم الله عز وجل ويفضي ذلك إلى سبهم الله عز وجل فلا يجوز سب آلهتهم، لأن سب الله عز وجل أعظم في نفوسنا نحن المسلمين من سب آلهتهم. ولهذا يتعين أيضا أنه إذا كان المسلمون مستضعفين في بلدة ما وعلموا أنهم لو تعرضوا إلى ديانة من الديانات سيتعرض الإسلام للسب والشتم والتشويه، لا يجوز الكلام في تلك الأديان حماية لديننا وإسلامنا من السب والشتم والطعن. فقد يقول المرء كلمة في رجل أو في فئة وفي دين وتكون ردتهم أفظع وأشنع من تلك الكلمة. ومن الأدلة على اعتبار هذا الأصل ما رواه جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله ابن أبي ابن سلول المنافق فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال عمر: قد سمعه، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المنافق ما كون قتلهم فيه مصلحة عظيمة وفيه درء لمفسدتهم المتحققة، لكن مع ذلك امتنع من قتلهم. لما؟ لئلا يفضي يعني قتلهم إلى تنفير الناس من الإسلام وقولهم إن محمدا يقتل أصحابه. فلو قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لقال الناس وضعاف الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك سببا في ردتهم وتنفيرهم من الإسلام. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم مآل الفعل وعاقبته
وما يفضي إليه، فذرأ هذه المفسدة بإبقائهم وترك قتلهم. قال النووي: فيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على ذلك بعض المفاسد، خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. ومن الأدلة على اعتبارها ما رواه عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ تعجبوا لأن القوم كانوا على خلق عظيم، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم أخلاقهم، كل هذا استغربوه، فلم يقع منهم ذلك أن يسب الرجل والديه. فلو أدرك هذا الرجل زماننا الذي أصبح البعض يقتل والديه، ليس فقط أن يسب والديه، والله المستعان. قال: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. فنهى أن يسب الرجل أبا الرجل لئلا يكون سببا، لئلا يتسبب في سب والديه. فإذا سب أبا الرجل فإن الرجل سيسب أبا السب، فكان هذا الساب المبتدئ هو البادئ، وكأنه شتم والديه لأنه تسبب في ذلك. وقاعدة الشريعة أن المتسبب كالمباشر، فهو تسبب. ولهذا ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقدر ما يؤول إليه أمره ونهيه، فإن أفضى إلى مصلحة أقدم، وإن أفضى إلى مفسدة أحجم. من ذلك الإنكار على ولاة الأمور في غيبتهم، أو علنا قصد التشهير وإظهار الشناعة عليهم على رؤوس الأشهاد، لما يفضي إلى ذلك من الفتن والمفاسد. وقد عرف هذا واشتهر عن الخوارج القاعدية، فهم الذين ينبذون الولاة ويشهرون بهم، وقعدوا مع القاعدين، ولهذا سموا بالخوارج القعدية. قال الحافظ: والقعدية بفتح القاف والعين المهملة قوم من الخوارج، كان يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه. فهؤلاء اعتقدوا مذهب الخوارج في وجوب الخروج عن ولاة الأمور، لكنهم لا يخرجون، يخرجون بألسنتهم ولا يخرجون بأفعالهم، يحرضون ويقدمون الناس إلى الخنادق أما هم فيبقون في بيوتهم، يصدرون الأوامر ويزينون الباطل. وقال أيضا في التهذيب: القعد هم الخوارج، كانوا لا يرون بالحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، ويدعون إلى رأيهم، أي إلى رأي الخوارج، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. وقد اعترب لهم بعض السلف شر الخوارج، فقال أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد أنه قال: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج، يعني الخوارج القعدية هم أخبث الخوارج. وكان رأسهم هذا عمران ابن حطان ابن ظبيان السدوسي، قال عنه في الإصابة: كان من رؤوس الخوارج من القعدية، وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال. وقد تكلم فيه الإمام الحجة الدارقطني لسوء مذهبه، لأنه قد اختلف فيه واتفقوا على أنه من رؤوس الخوارج القعدية، وقد اختلف فيه، إلا أن الدارقطني شدد لهجة عليه لسوء مذهبه. قال في كتابه الإلزامات التتبع: متروك، أي ضعيف جدا متهم بالكذب، متروك لسوء اعتقاده وخبث رأيه، متروك لا يقبل خبره لسوء اعتقاده وخبث رأيه. وإن كان البخاري روى له في الصحيح، لكن روى له متابعة.
ولا شك أن الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم أو التشهير بهم علنا من فوق المنابر أو على منصة التواصل كالقنوات والحسابات ونحو ذلك لهو منكر من القول، وعواقبه وخيمة ومصائبه جسيمة، من أهمها أن وقع اللسان أشد من وقع السيف، لهذا كان اللسان مفتاح الفتن، كما قيل فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب أولها كلام. وعن ابن مسعود قال ذكر الفتنة فقال أي أهل ذلك الزمان شر؟ قال كل خطيب مسقع وكل راكب موضع. ذكره البغوي في شرح السنة. والخطيب المسقع بالسين أو المسقع بالصاد البليغ الفصيح الذي لا يتتعفتع في كلامه، والراكب الموضع هو المسرع في الفتن. فتأمل، فقد أشار إلى موقد الفتن وهم صنفان، خطيب وراكب. الخطيب هو أول محرض بلسانه، والراكب ثاني محرض بسنانه، هذا يحرض بلسانه وهذا يحرض بسنانه، فاجتمعا على إيقاد نار الفتن وتأجيجها، واجتمع شر القول وشر الفعل. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلح اليد. ومن مفاسده أيضا أن فيه إهانة للسلطان في ملكه وإذهابا لهيبته من قلوب الرعية، وقد يفضي ذلك إلى تجرؤهم على الخروج عليه وإثارة الفتن، وهذا مشاهد. فلا ترى هؤلاء القوم الذين اتخذوا المنابر أو منصة التوصل اتخذوه مرتعا للنيل من ولاة الأمور إلا تراهم تلوك ألسنتهم في ولاة الأمور حتى أسقطوا هيبتهم من نفوس الناس، وأفضى ذلك إلى تجرؤهم على الخروج، كما روى زياد ابن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال هذا الكلام بحضرة أبي بكر، فقال أبو بكر الصحابي الجليل أسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أي من أهان من أذل حاكما أو وليا أو واليا أو من ينوب عنه، من أذله بأنواع الأذى أو بالستم أو الشتم أو التشهير أو السخرية أو التصوير المضحك فقد عصى أميره وقد عصى الله عز وجل، ومن أهانه فإن الله يذله ويعينه، والجزاء من جنس العمل. ومنها من مفاسده إثارة الدهماء، أن فيه إثارة الدهماء وتهييجهم وإيغار صدورهم على ولاة الأمور ودفعهم إلى سبهم وشتمهم والطعن فيهم. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمة الله عليه لا بد أن يكون توطئة وتمهيد قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا وحينئذ يحصل البلاء. ومنها أن فيه شغل الناس بعيوب الولاة عن عيوبهم، فيشتغل الناس بعيوب الولاة وتتبعها وتتبع وراثهم ويسون عيوبهم ويصبحون كأنهم ملائكة، ويرون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالم هم الفاسقون، تخص الولاة وهم منها براء. والأولى أن يذكرهم بعيوبهم
وأن يرشدهم ويعلمهم وأن يذكرهم بأنه ما سلط علينا إلا بذنوبنا، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وقد قيل: كيفما تكون يولى عليكم، إن كنتم صالحين فإن الله سيولي عليكم خياركم، وإن كنتم غير ذلك فكيفما تكونوا يولي عليكم. فبدلا أن تشتغلوا بالسقف، اشتغلوا بالأساس، اشتغلوا بإصلاح أنفسكم وتزكيتها وتربيتها بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه الشرك، والاتباع الذي لا يشوبه ابتداع. فالإنكار العلني، ومنها أن فيه تحريكا للفتن وتهييجا للشر. فالإنكار العلني نفق مظلم، له عدة مخارج: مخرج يؤدي إلى الخروج عن ولاة الأمور، ومخرج يؤدي إلى المسيرات، ومخرج يؤدي إلى المظاهرات، ومخرج يؤدي إلى الاعتصامات، ومخرج يؤدي إلى تهييج الدهماء، ومخرج يؤدي إلى إحداث الشغب والبلابل والقلاقل. وتربط هذه المخارج جسور، والمعصوم من عصمه الله. ولهذا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى كيفية التعامل مع ولاة الأمور ومناصحتهم، كما روى عياض بن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، وليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. هذا حديث صحيح صريح، وهو محكم، لا يقبل التأويل ولا التبديل ولا البطر. حديث محكم قد عمل به السلف، ويؤيده ويشهد له ما رواه تميم الداري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أبو نعيم الأصبهاني: من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. وسار على هذا الصحابة الكرام، منهم أسامة بن زيد، فعن أبي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيت فلانا فكلمته، يعني عثمان رضي الله عنه، قال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه في السر، إني أكلمه أن ينصحه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. فكأنما أشار إلى أن الإنكار علنا أمام الولاة والتشهير بهم هو فتح باب الفتنة، فتبرأ إلى الله عز وجل من أن يكون سببا في فتحه. وكما روي أيضا هذا عن ابن عمر كما في صحيح البخاري، أنه جاءه قوم وطلبوا منه أن يقول كلمة لما وقع بين فتنة بين معاوية وعلي، فقال: ما كنت أن أقول كلمة أفتح بها باب الشر. ومنهم عبد الله بن مسعود قال: خيثمة ابن عبد الرحمن قال: عبد الله، إذا أتيت الأمير المؤمر فلا تأته على رؤوس الناس، لا تأتي على رؤوس الناس، إنما تأتيه فيما بينك وبينه، فيما بينك وبينه. فنهاه أن يأتي على رؤوس الناس. فما بالكم بما شرع وقنن وقاعد بجواز الإنكار عليه في غيبته، وما يترتب عليه من مفاسد لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومنهم عبد الله بن أبي أوفى، فروى سعيد بن جهمان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر، أهو محجوب البصر يعني لا يرى، فسلمت عليه قال لي: من أنت؟ قلت: أنا سعيد ابن جهمان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، والأزارقة هم طائفة من طوائف الخوارج. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلهم؟
قال بل الخوارج كلهم على اختلاف أصنافهم وتباين أفكارهم وتعدد أسمائهم. كل هؤلاء الخوارج قال لا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الفصل ليس بالهزل، هم خوارج، هم كلاب النار. قال قلت فإن السلطان يظلم الناس، هذا كلام الذي يدندن عليه أصحاب العواطف، فإن السلطان يظلم، إذا لا بد من الإنكار عليه وتبيين حاله، ولا بد أن نعلم الناس أن السلطان يظلم ويفعل بهم ويفعل ويفعل يفعل. فانظر الذي تربى تربية نبوية وسرت فيه الأحاديث النبوية في لحمه ودمه، قال فتناولني يدي فغمزها بيديه غمزة شديدة، ثم قال ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبر بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدحه فإنك لست بأعلم منه. ومنه ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا، فإن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. زاد أبو عوانة ولا تغتب إمامك. رواه سعيد وابن بشيبة والبيهقي وغيرهم بهذا اللفظ بتمامه، ليس فيه نقص وليس فيه بطر، هكذا بتمامه، ففيما بينك وبينه. فهذه مصادر موثوقة، مصادر موثوقة، وقد طبعتنا نسخ خطية وقد ثبتت فيه هذه الزيادة. وقد سئل شيخنا الشيخ ابن باز كما في مجموع فتاويه هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر، وما منهج السلف في نصح الولاة؟ فأجاب ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر فاعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير محكوم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد ألا تكلم عثمان، إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه. وذكر الحديث. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمن عثمان، فكأنه أشار إلى أن بداية الإنكار العلني كانت على عثمان، ففتح بعدها باب الشر ووضع السيف، وبقي يفعل فعلته ويسري في رقاب المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فبدأت هذه الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا من أعلام النبوة، فقد أشار إذلك على أن أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن عثمان سيموت شهيدا سيقتل، وأنكر على عثمان علنا. هكذا فعلت الخوارج وسنت هذه السنة السيئة، فورثها هؤلاء الخوارج القعدية ونشروها وتبناها من ينتسب إلى السنة. عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، إلى هذه اللحظة، إلى هذه الدقيقة، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي، وهذا كله من آثار الخروج والإنكار علنا على السلطان وعلي بأسباب ذلك. وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثير من الناس ولي أمرهم
وقتلوه، والله المستعان. فهذه هي القواعد التي ينبني عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن انتصب إلى لهذه الوظيفة، وظيفة الرسل، فينبغي عليه أن يتقيد وأن يراعي هذه القواعد في أداء هذه الوظيفة، حتى يصلح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإلا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. فبدلا أن يأمر بالمعروف يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.